الاستعدادات بدها مخيم، خيم وتدفي يعني صوبات مصوبات حطب مازوت خشب، المهم تدفي لها البلد وخيم ومعينات غذائيه يعني مثل خبز مثل معينه كراتين شغله، ما حد عم يوزع شيء لانه طلعنا من هناك ما جبنا معنا ولا ابدا شيء خالص، طلعنا بالثوب لابسين لا اسفنجي لا شغله، لا بدهم تغطيه بدهم شغله يعني هيك بدهم، يعني الامور صعبه من طرف الماده الغذائيه ما في، لانه طلعنا بثيابنا لا في مصاري لا في شيء، معينات ما في، خيام ما في، اولاد بدها تغطيه بدها اسفنج بدها خيام بدها بدها اغراض كثير يعني، وشتويه جايه شتويه قاسيه وعلى الاستراتات نازله شفت عينك يعني. والله أنا عندي هذا الخيام هذا لنا من شان الشتوية والمطر وتسند عنا البرد وهالشتوية جتنا. وبي عندنا خيمة زاد نعل جواها نار من شان طبخ من شان خبزة من شان غسيل، هذا اللي عندنا. والله سقط علينا وقت اللي يجينا مطر حاد شر علينا شرراء. احنا بالحسينة حاليا ما عندنا استعداد لفصل الشتاء، الا شايف هالبيوت يعني الحفر حواليها تراب غيره، ما جتنا اي مساعدات من شان انه فصل الشتاء خالص خالص، يعني الحزن لقت حطب لبين ما نطبخ او شيء، لانه يعني جوز اكثر الناس حين ما عندهم حق جرة غاز او شيء. استعدادنا لفصل الشتاء ما ابو غير هالبراكيات، عملناها جهزناها بنايلو وغيره ما عندنا، يمكن ما ابو حد يقدر يركب صوبة او شيء اذا ما صار اي مساعدة من اي جهة انسانية. والله في منظمة احنا يعني بالنسبة كانت تجينا مواد غذائية يعني سلال غذائية برغل رز غيره، بس انه الفصل الشتاء ما حدا قدم لنا شيء لسه خالص. فصل الشتاء يعني تعرف انت بده من غطا بده من حطب غيره صوبة اي شيء، يعني هذا لحد الان ما حدا جاء علينا خالص. كيف عم دبر اموركم؟ والله في بعضها عنده عمال يطلع يشتغل غيره، بعضها ما عنده عايش على باب الله اللي فرجها الله. بالنسبة للمطر اللي جانا والله أكثر البيوت ما كانت جاهزة، لأنه ما كانت العالم مستعدة لفصل الشتاء، ما حاطة لا نايلو ولا شياتين، أكثر الخيام طافت يعني الحزز تصوره وتشوف أكثر العالم ساوت وني، هذا جديد كلياته حوالي البراكيات. بالنسبة للمرض الأطفال كلياته يعني صابها الرشح، هذا مرض عام يعني الدكاترة ما في طالعة إلا بدك تروح على دكتور خاص، وبعض إمكانيات ما عندها العالم تروح على الدكاترة يعني.